ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور محمد المومني، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس الأعيان الأردني. دكتور محمد، يعني طبيعة اللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الحدث؟ يعني اليوم كان في جلسة لمجلس النواب وأيضا في جلسة لمجلس الأعيان. مجلس النواب الموقع قرر تشكيل لجنة للتحقق من مجريات ما حدث، وبطبيعة الحال مجلس النواب هو الجهة التي تستطيع أن تطرح الثقة بالحكومة، وبالتالي هو الجهة المعنية بمراقبة سلوك الحكومة. لكن قبل أن يصلوا لتلك المراحل هم قرروا أن يشكلوا لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما جرى من أجل إحقاق العدالة وإنزال القصاص بأي شكل كان، سياسيا أم قضائيا، بمن قصروا في هذه الأزمة. نعم، طيب، يعني أيضا اعتراف رئيس الوزراء بمسؤولية الحكومة عن هذا الحادث، صدى هذا الاعتراف، كيف يمكن الأخذ به ضمن هذا التحقيق؟ يعني بصراحة الاعتراف استقبل بارتياح من قبل النواب والأعيان، لأنه يعني في شجاعة من الحكومة عندما تقف وتقول أننا قصرنا ونعترف بالمسؤولية عن ما حدث. هذا سياسيا وجد أجواء وأصداء جيدة في أروقة المجلس التشريعي. الآن بطبيعة الحال يبقى الأمر منوط بانتهاء لجان التحقيق من أعمالها. طبيعة الحال المدعي العام، هنالك 4 مدعين عامين يحققوا في القضية، وهم الذين سوف يستطيعون قضائيا ومهنيا أن يقرروا من الجهة التي قصرت، وبعد ذلك سوف ينزل عليها القصاص والعقاب من قبل الجهات القضائية. أنا أعتقد أن الرأي العام الأردني بشكل عام هذا الذي يتطلع إليه، يتطلع أن ينال المقصرون القصاص العادل بسبب تقصيره. طيب، يعني ولكن أيضا بالنظر إلى هذا الاعتراف، ما هو ماذا بعد؟ هل يستلزم هذا الاعتراف أو يستتبعه استقالة الحكومة أم ماذا؟ أتحدث هنا عن الشق القانوني فيما يتعلق باعتراف كهذا. الآن إحنا عندنا مسارين، المسار الأول قانوني من خلال الجهات القضائية والقانونية التي تقوم بالتحقيق في الأمر من خلال الدعاء العام. هنالك مسار آخر سياسي اللي هو علاقة الحكومة مع مجلس النواب. مجلس النواب سياسيا قرر تشكيل لجنة للوقوف على تفاصيل ما حدث، وبعد ذلك تقرر ما هو حجم الخطأ، وتقرر هذه اللجنة وتوصي لمجلس النواب ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها من الحكومة أو باتجاه الحكومة. فهنالك مساران يعني يسيران بنفس الزمن، مسار سياسي من خلال علاقة مجلس النواب مع الحكومة، ومسار قانوني من أجل التحقيق للوقوف على أشكال التقصير الجزائي بما حدث. طيب، يعني دكتور محمد، هل سيكون العقاب هنا إداريا أم أيضا يمكن أن يكون قضائيا؟ الأرجح الحقيقة لا، يعني لست بموقع الحديث عن بالنيابة عن الجهات القضائية، لكن ما حدث، حجم ما حدث وذهب ضحية أرواح بريئة، الأرجح أنه سيكون هنالك عقوبة جزائية وليس فقط عقوبة إدارية. العقوبة الإدارية التسريح من العمل، الإنذار، هذا لا يكفي في مثل هذه الحالات، لأنه واضح أنه ذهب أرواح بريئة بسبب تقصير وإهمال من جهة ما، وبالتالي كل التوقعات وتشير إلى أنه سيكون هنالك عقوبات جزائية بحق من قصر. أشكرك دكتور محمد المومني، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس الأعيان الأردني، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.